السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام ومشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة ببرنامجكم مطبخ عظيمة. تحية وحب وتقدير لحضراتكم، وشكرا جزيلا لحسن متابعة حضراتكم من خلال شاشة قناة المحور أو حتى من خلال السوشيال ميديا على صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي. طبعا من خلالها احنا بنعرض كل الوصفات اللي بنعملها على مدار الأسبوع، كل وصفة بتنزل فيديو مستقل، كمان سكرين شوت من المقادير، معاهم صورة من شكل الطبق اللي عملناه في الحلقة، علشان كل اصدقائنا اللي حابين يشوفوا شكل الطبق عامل ازاي وقادرين يتواصلوا ويشوفوه يقدروا يعرفوا احنا عملناها الشكل النهائي بتاعها طلع ايه. كمان بنزل نفس الوصفه كتابيا بالطريقه من خلال الصفحه الشخصيه الشيف عظيمه حمدي بالعربي. طبعا بشكر كل اصدقائنا اللي تواصلوا معانا، وكل الناس كانوش عارفين بموعد برنامجنا وتابعونا من خلال الصفحه او من خلال حتى انهم شافوا حلقه لينا او فقره او فيديو على اليوتيوب او اي حاجه. بشكر حضراتكم جدا طبعا، ميرسي، شكرا للثقه الغاليه لراي حضراتكم. اتمنى رب دايما نكون عند حسن الظن. طبعا احنا النهارده احنا اتفقنا امبارح كنا عايزين نعمل الناجتس، هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه برده عشان خاطر ولادنا وعشان تنفع في عشاء خفيف في ساندوتشات بدل الاكياس الجاهزه اللي بنشتريها. لكن هنعمل النهارده برده وصفه حلوه قوي بالعدس، زي الفته او زي عصيده العدس كده، بس العدس بجبه لطيفه، ونعمل معاها عيش كده بعجينه سريعه ينفع يتحط مع اي حاجه انتوا حابين تعملوها كاكلات مطبوخه زي اليخني والحاجات دي. والنهارده خلينا نبدا اول حاجه نقول، انا هبدا احط اول مرحله العدس عايزاه يتسلق مع حضراتكم، بس عايزه اقول مقاديره عشان نبقى نبدا اول خطوه يتسلق قبل ما نعمل الناجتس مع بعض. فانا هقول العدس عندي ليه، عندي ايه؟ عندي كوبايه من التمر هندي هنقعها وهسيبها وبعدين هصفيها واخدها، وعندي نص كوبايه من دبس الرمان، وعندي طبعا رمان نزل وبكثره، يا ريت تخزنوا منه وتستخدموه لانه من الحاجات المفيده جدا. نص كوبايه من عصير الليمون، ملح وفلفل، وبعدين للتزيين عندي بصل عاملاه زي البصل بتاع الكشري، بصل متقطع يعني شرايح او جوليان ومحمراه وقلياه، ثلاث فصوص من الثوم المفروم، ربع كوبايه من الكزبره الخضراء المفرومه، زيت زيتون. طيب للسلق بتاع العدس نفسه، عندي لسلق العدس ولوان طبعا احنا ايه هنبدا بيه اول مرحله، عندي كوبايتين من العدس بجبه مغسولين ومصفياهم، عليهم لتر من الميه. العجينه اللي هشتغل بيها عايزه اقدمها مع العدس تبقى مكان يعني رز او مكان المكرونه او هي عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه الا ربع ميه، نص معلقه ملح، تقريبا قريبه جدا للفطير الشرقي اللي احنا بنعمله او بدايه الفطير الايه المشلتت، يعني نفس الفكره. هبدا بقى دلوقتي، ما احنا قلناه في اللي فات عايزين تنزلوها براحتكم حبايبي تاني. طيب هنحط بقى هنا كده الميه السخنه، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان اسلق فيها العدس اول مرحله، العدس بجبه. خلاص هنبدا بقى داخلين، هندخل على مراحل الشتاء وانواع بقى الحاجات الشتويه اكتر، وطبعا العدس من الحاجات الشتويه اللي بنحبها قوي، في ليه وصفات كتير جدا، بس انا حبيت اعمل لكم وصفه مختلفه بالعدس بجبه لمحبي العدس، مختلفة عن الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. هحط معاها هنا بس كده بسم الله رشة ملح، خلاص، وهقلبها وهسيبه يتسلق يستوي. طبعا هو بياخد شوية وقت عن العدس الاصفر، يعني شوية شوية، وطبعا انقي نوع يكون كويس. دلوقتي بقى هننزل مقادير الناجتس، نعملها بطريقة برضو سهلة وسريعة. وزي ما قلت لحضراتكم اللي مش عايز يحط حاجات يعني زي بصل الناتشرال يعني او الطبيعي او الثوم الطبيعي، حطوا باودر. لا لازم يتسلق العدس. طيب هنبدا بقى نقول عندنا دلوقتي الناجتس، الناجتس عندي مثلا نص كيلو من الفراخ، عندي اربع شرايح من التوست اللي احنا شايلين منه الاطراف وهنفرمه الاول في الكبه وبعدين هنضيف عليه الايه الفراخ، عندي معلقه كبيره من الصويا صوص ودي اختياري بس بتدي تيست وطعم حلو، ونص معلقه من الثوم المفروم ونقدر نحط مكانها ثوم باودر، والجنزبيل الفريش وبرده نقدر نحط مكانه جنزبيل باودر، الملح والفلفل والبابريكا، وعندي كمان من التوابل، عندي بقى للتوبينج او اللي هغطي بيه عندي دقيق وبقسماط وبيض ولبن وملح وفلفل وزيت للقلي. هي بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، ونقدر نضيف لها اي منكهات اخرى حضراتكم حابينها. انا يمكن بس بحب الثوم يكون فريش لانه بحس انه بيعزز النكهه قوي، بيبقى حلو طعمه حلو. الجنزبيل ممكن لو ما فيش عندي فريش احط باودر. طيب انا هاخد بس الاول مكعبات العيش دي واجي كده في الكبه، بسم الله هفرمها الاول كده هنا،
واقدر انقعها برضو في شويه لبن برضو، يعني الطريقه الثانيه اقدر انقعها في شويه لبن وبعدين اعصرها واحطها برضو مع الخليط، مفيش برضو مشكله يعني، مش هتقول لا يعني. خلاص شويه كده، دي بتحافظ على القوام شويه احسن ما اضيف دقيق واضيف نشا واضيف حاجات. هنبدأ بقى نيجي مع العيش ده، هياخد كده معاه الفراخ. بصوا بقى انا عندي شوية فراخ، انا هاخد المفرومة على طول عشان انا فرماها هنا. بسم الله اهي. ممكن نعمل الصدور، انا دي عاملاها صدور بس، ممكن لو عايزين صدور ووراك مفيش مشكلة، بس انا بحب اعملها بالصدور، بتبقى متماسكة اكتر شوية يعني، التماسك بيبقى فيها احسن شوية. قطعتين كده من دول، ونبدأ نايه نحط بقى الثوم كده. وعندي حطوا طبعا معاها بيبقى فيه نكهه كده احيانا بتبقى من الحبهان، بتبقى حلوه تطشه خفيف جدا، البابريكا. وعندي طبعا الصويا صوص معلقه، بسم الله، والجنزبيل، ونقدر زي ما قلت لحضراتكم نحطوا باودر. عايزه اقول لكم الناجس دي بره يعني في امريكا بيعملوها بالفراخ المفرومه، بيعملوها بالقشطه وجبنه كريمي بس، ما بيحطوش اي منكهات زينا خالص طبعا، مع التغطيه اللي هو بيستخدموها يعني، وبيعملوها بطريقه ثانيه. بدل القشطه دي ساعات بيحطوا مكانها كمان مايونيز وجبنه كريم بس، فبيستخدموا هم حاجات ثانيه مختلفه عننا شويه. وادي العدس بدا لسه قدامه شويه، اول ما نخلص النجس ان شاء الله يكون هيدي معانا ويقول. نحط بقى هنا كده الزيت، هنا دي سخنه اوكي، هنا يسخن شويه، وناخد هنا كده اللي في الايه اللي في الكبه. بسم الله. عندي بيض ولبن. طيب انا ممكن ايه اخد شويه من اللبن ده لانه كتير، احط عليهم بيض، واحط معاهم ملح وفلفل. بسم الله الرحمن الرحيم، رشه ملح ورشه فلفل. انا بحب كمان في الناجتس انكه جدا البقسماط والدقيق، يعني هنا رشه ملح ورشه ملح والفلفل، ولو عندكم منكهات تانية عايزين تحطوها زي الزعتر والريحان والبردقوش، استخدموا بقى الحاجات اللي بتدي نكهه حلوه جدا. طبعا ده يرجع لكم على حسب ما بتحبوا. هعمل كده، هدوب بس دول كده بالشوكه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللبن والبيض. افضل الناجتس اسقعها شويه يعني، يا اما الفراخ تبقى طالعه ساقعه وانا بخلطها فتفضل محافظه على السقعيه بتاعتها، بصوا اهو، يا اما هكون انا بعد ما بستخدمها بسقعها. هقلب كده الدقيق كده، وهنقلب هنا البقسماط، وانا بحب احط رشه زعتر مع البقسماط بدي طعم للناجتس حلو، ذره حاجه بسيطه يعني للزعتر الايه الجاف. وهنفتح دي كده وناخد منها، ممكن اخد هنا انزله هنا عشان حضراتكم تشوفوها، وهلبس كده جلافز. ريحه التوابل تجنن، الصويا صوص عامل شغل حلو قوي الحقيقه يعني، والعيش خلاص داب، التوست اللي احنا خدنا حروفه. حاضر، انا هنزلها بس، بصوا لونها مع البابريكا والحاجات. بسم الله اهو كده اهو، شايفين العجينه بتاعتها حلوه قوي، ريحتها حلوه قوي قوي بصراحه. جنزبيل بقى مع الصويا عامل شغل، مع الثوم تجنن، طعم الفراخ منكه لوحده. فانا لما باجي اضيف حاجه على الكوتنج اللي من بره بتبقى حاجه اضافيه يعني. عايزه اوريكم بس انا مسقعه واحده هنا، خليني ايه اجيبها برضو.
مثلا يعني بسقعها برضو، دي نفس العجينه بس سقعتها. بصوا فردتها هنا عشان اما اجي احط احس انها مش بتتشكل معايا، تساعدني تديني الشكل اللي انا حابه اعمله على اساسه. غالبا الناجتس لا بيبقى معمول نجوم او قلوب او مربعات، احنا يمكن انا احاول اعملها شكل شويه القريب للتقليدي، المربعات اللي الولاد بيحبوها بيبقى محمل معايا اكتر واحسن يعني. فممكن اجي اعمل كده كده. طبعا انا بشكل على حسب الايه، خليني اخد تاني سطر تاني كده كده كده. يا صباح الفل، يا صباح الورد. صباح الفل والورد والياسمين. عملنا مشاكل في بيت الزواحف احنا امبارح، عملنا مشاكل كبيره. شفتي بقى؟ والله بس في ناس سعيده جدا والله يا ام اسلام، انا بشكرك وكان نفسها تشوفك من كتر ما يعني. شوفي العلاقه عامله ازاي، الناس بتقول اخيرا شفنا ام اسلام. انا مش هقول لك يعني الناس اللي كانوا معايا الصبح سواء قال لي ايه، مش هقول لك حبيبتي. والله العظيم والله بصي عظيمه وحياه ربنا، انا يعني مش من النوع اللي بحب الصور خالص، انا عارفه ولا بحب اتصور. والله يوم اسلام يعني عارفه بالعافيه طبعا. لما اتصورت ما بحبهاش. لا يعني ايه ده، احنا لازم ده اسلام ده نعمل له كل حاجه هو عاوزها اساسا. ربنا يخليك يا حبيبتي ويسعدك وتفرحي بولادك يا رب. حبيبتي امين، تسلم ايدك بجد على الاصناف الحلوه والنجس جميل جميل. يا روحي تسلمي لي ربنا حبيبه يسعدك. عمري معلش سامحيني عندي بقى. لا الف بعد الشر، معلش ربنا يخليكي. إيه حسدنا ولا ايه؟ اوعى عارفه، اوعى يا قمر، ربنا يسعدك. هما اليومين ورا بعض يا عظيمه، ف الحمد لله والله كل اللي يجيبه ربنا كويس. ربنا يبعد عنك كل حاجه وحشه ويخليكي ويديم عليك الصحه والسعاده يا رب. حبيبتي ربنا يسعدك يا رب امين. احنا وعايزه بقى اطلب منك تعملي لنا بقى التركي كده في يوم. ايوه بطريقه جميله كده. انا اقول بقى الحلوة. لا ده انا اقول بقى. أيوة. الطريقه الجميله بتاعت مين بقى؟ عشان انت عملتيه وانا كلمت الحقيقه الشيف طارق اخو ام اسلام، ربنا يديله الصحه والعافيه يا رب. كان يا موجود رب. اي نعم هو ما حضرش المناسبه بس انا كلمته وسعدت بسماع صوته الحقيقه، واداها وصفه جميله جدا للمناسبات بنحقن بيها العرق رائعه. انا هاخدها منها وقالت لي هبعتها لك واعمليها لنا بقى عشان طلع الطعم حلو قوي. ان شاء الله فعلا طلع طعمها جميل قوي قوي، وعايزه زي ما انا فعلا سعدت بيها تسعدي بيها كل جمهورك بجد يا عظيم. ربنا يسعدك يا رب امين. احنا وانتوا يعني من الناس اللي او من الشيفات اللي ما بتخبيش حاجه، كل معلوماتك زي يعني ربنا يديكي طولة العمر. الله يرحمه الشيف قدري برضو ما كانش بيخبي اي حاجه، انت برضو فيكي الصفه دي ما بتخبيش اي حاجه، معلوماتك جميله وربنا يسعدك يا رب ويديكي طولة العمر. امين. احنا وانتوا سامعين يا حبيبتي أمين. ودايما يا رب كده نبقى سعداء بيكي وجودك يا حبيبه قلبي، ودايما متالقه حبيبتي في برنامجك بجد يا عزيمه. انت يعني مش قادره اقول لك انت بجد بتعملي فينا ايه ومعانا ايه، بتجمعينا بطريقه حلوه حلوه قوي قوي يا رب يسعدك. يعني من خارج مصر وجوه مصر ربنا يسعدك يا حبيبه قلبي حبيبتي، زي ما بتسعدينا يا رب. وسلامك لكل كرو البرنامج الجميل حبيبتي، بيبوسوكي من هنا ومن هنا وبيسلموا عليكي كلهم والله كل الموجودين. رينا غاليه وروان استاذ احمد الغالي حبيبتي. ربنا يديله الصحه والعمر يا رب ويديله كل اللي بيتمناه امين يا رب ان شاء الله حبيبه قلبي. تسلميلي وتحيه ليكي ولكل اسرتك. ورا الكاميرات ربنا يخليكوا يا رب لينا حبيبه قلبي. وعايزه اشكر كل اللي هناني يوم اسلام وبقول لهم الف شكر عقبال ولك وكلكم يا رب. امين يا روحي، تفرحي بيه وتم من فرحتك على خير في حياتك يا روحي. تسلمي يا حبيبه قلبي. حفظ شكرا الله يا نور عينيا، في حفظ الله مع الف سلامه حبيبه قلبي. تسلميلي يا رب، شكرا جزيلا والله لمحبه حضراتكم. يعني في ناس والله ما يعني كانت يمكن اول مره قالوا انا شفت المناسبه، انا عايزه اشكر حضرتك. انا طبعا كان نفسي يبقى معايا التاب اقول الاسم لكن بشكرك جدا للتواصل. بصوا بقى احنا الناجتس قطعناها طلع ازاي قطع، لان سقعناها. كل اللي عملته ان خدتها فردتها في الصاج وسويتها. بصوا بتطلع القطعه بقطعتها ازاي عشان تقدروا تتحكموا فيها وتبقى سهله مع حضراتكم في التشكيل. اهي شوفوا اهو الدقيق. انا رشه دقيق على السكينه عشان لما جيت اقطع تساعدني ما تبقاش بتلزق فيها. وبعدين باخدها من الدقيق في البيض واللبن وبعدين بنزلها هنا في البقسماط. بصوا بتتغلف كويس وبتبقى جميله. نقدر بقى نخزنها دلوقتي في طبق ونعمل فواصل يعني اكياس ثلاجه وتتشال في الفريزر على التحمير. اذا لقيتها كده ممكن عادي ارجعها تاني في البيض والبقسماط. في البيض ما برجعهاش تاني في الدقيق وبحطها تاني في البقسماط، ما يجراش اي حاجه وهتبقى احلى واحلى.
وهبقى اكدت عليها انها مفيش فيها حته ايه مش مظبوطه، على قد ما نقدر يعني نحافظ على الشيب بتاعها. طبعا انا لو في البيت هتلاقيني بعملها بالسكينه بظهر السكينه، بصوا اقعد ايه ابطط كده بظهر السكينه عشان اخليها تبقى واخده شارب انجلز كده يعني من جميع النواحي كده. بصوا انا خلاص ده استوى العدس، ريحته طلعت جميله. عايزين تدوا للعدس ريحه حلوه اكتر، ممكن نحط له تاتش كمون بسيط جدا او فص ثوم معاه. بصوا الله الله، ميه العدس دي ما برميهاش حتى ما باجي اعمل الكشري، بسقي منها مع الرز لانها بتبقى حلوه، بما اني غسلته ونضفته وشطفته وصفيته فاستخدمها لان انا عايزه الميه اللي فيها الفايده بتاعت العدس. انا عقبال ما اشكل شويه مش هحمر قبل ما حضراتكم ترجعوا لي بالسلامه، استاذنكم فاصل صغير ونرجع نكمل وصفه الناجتس مستنياكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي بصوا قفلت كام واحده كده في الناجتس، هي احلى حاجه ان هي تساعدني انها تطلع وان هي ايه تتشكل بسرعه. بصوا احنا عملنا كام حبه حلوين كده وبعدين بسخن الزيت. انا دلوقتي العدس بقى في نص مرحله السوى، هبدا اعمل بيه حاجه مهمه، هحط معاه بقى بقيه الايه الحاجات. اولا العجينه، العجينه احنا اتفقنا ان هي عجينه عاديه خالص، دقيق عليها ميه وملح، عملناها قبل كده 100 مره فانا مش هضيع وقت ان انا اعملها. هي اوريدي اهي العجينه، شويه الدقيق والملح والميه، وبفردها اعمل منها اشكال زي المقرمشات بمعنى اصح يعني، ونبدا نغليها او نحطها مع العدس وهي عجين عشان تستوي معاه. بصوا بقى اهي عجينه لطيفه جدا، خليني اخد منها حته كده وننزلها معاه حته صغنون. بصوا دي كبيره قوي، هاخد نصها كده مش محتاجه، وهاخد شويه دقيق من ده وهرش كده، وايه هنبدا بقى هنفرش هنا كده العجينه الحلوه دي هنا ونفردها بالنشابه. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وبعدين نقطعها بقطاع او برول بيتزا او برول مشرشر، ادوها اي شكل زي ما حضراتكم تحبوا كده، عشان انا هسويها مع العدس مع العصيدة العدس زي ما اتفقنا كده. ايه كده، الناس اللي طلبت وصفات هندي هعمل لكم الاسبوع اللي جاي من يوم هندي يوم هندي ان شاء الله. بصوا بقى هاخد كده بالرول برققها قوي عشان ما تبقاش تخينه قوي، بتاخدش وقت في السوا جامد. والرول اهو بسم الله، هاخد كده وكده شويه كده حلوين، وهنا كمان هساوي بقى الحروف دي، شيل دول. بصوا هعمل كده اي تقطيع احنا عاوزينه، هاخد الحبه الحلوين دول وهنحط مع العدس في سوى العدس. نزلوا الصور، خليني اقلب بس تقليبه العدس هنا كده. بصوا هنا تعالوا بقى كمان هنحط مع العدس دبس الرمان، دبس الرمان اهو، وهنقلب وهنحط مع العدس تمر هندي وعصير الليمون، والتمر الهندي اللي نقعناه وصفيناه. وصفه جميله جدا، خلينا نحط بقيه المكعبات، وهنخلي الثوم والكزبره دول هنقليهم بره زي الطشه وهنضيفهم معاه. بصوا حاجه من الحاجات اللي بتتقدم بيعملوها العدس بجبه والحاجات دي في مطاعم هنديه لطيفه كده، وصفه كده ايه بطريقه معينه، كل شيف وليه طريقته في المكان اللي بنبقى فيه. انتوا عارفين المطاعم الهنديه بتبقى ليها اماكن معينه هنا، فكل شيف بيقدم بقى على حسب فكرته. استخدموا العدس ده كتير جدا، العدس بجبه. فاحنا عملنا حاجه برضو لطيفه، قرمشنا بقى شويه يعني بصل، هنقلب بقى كده وهنخلي العجينه دي تستوي في وسط العدس
بعد ما ضفنا ده شوية ملح، بعد ما حطينا كده، الله الله تستوي. اه بياكلوا بايديهم، احنا لا. احنا سمعتك على فكره. العدس والرز ده من الحاجات الاساسيه جدا اهو. بصوا يلا هنبدا بقى هنا كمان، نبص على الناجتس كده. بصوا بقى الناجتس اهي كمان، بصوا ماسكه نفسها وجميله ازاي اهي. زي ما قلنا المرحله الاولانيه هتسهل على حضراتكم حاجات كتير جدا. تصحوا الصبح بقى ممكن تحمروا للولاد، وهما نازلين مع شويه بطاطس محمره، بطاطسايه ونقعوها. الله الله، وضامنين بقى نظافته، وضامنين لحمتنا بهاراتنا وحاجاتنا الحلوه. واتمنى يا رب تبقى الوصفه تنول اعجاب حضراتكم. فراخ بقى براحتكم حقيقيه، مش حاجات مضاف لها حاجات وحركات وقرع. هنا هنقلب بقى كده. احنا حطينا عصير الليمون، حطينا التمر هندي، حطينا الحاجات. هعمل بقى، هنتفرج على انواع العدس واكلم حضراتكم على فوائدها. عقبال ما اجهز الطاسه دي هبدا اعمل فيها طشه كده بالثوم حلوه للعدس. عندنا على الشاشه دلوقتي كذا نوع ثوم، عدس. العدس انواع، احنا عندنا في مصر عندنا البرتقاني اللي قدام حضراتكم، وعندنا اللي بجبه، وعندنا الافتح منه اللي هو زي جنب لونه اصفر اصفر، وعندنا اللي بعده الاغمق منه اللي هو قبل الاسود. كل واحد من دول ليه فوائد. يعني العدس بجبه مثلا في مثلا بي 6، في فيتامين سي، في الفوليك اسيد، في حديد. الاصفر ده فيه نسبه عاليه جدا من المغنيسيوم، وفي نسبه عاليه من البروتين والحديد. البني الفاتح اللي هو برضو عندنا ده فيه نسبه عاليه من الحديد عاليه جدا. العدس بقى البرتقالي بتاعنا اللي احنا بنعمله شوربه العدس بتاعتنا ده اكتر نوع اساسا ممكن يعني يستوي بسرعه، وفي الياف منخفضه يعني جدا سعراته بسيطه مش عاليه. العدس الاسود مش موجود عندنا، بس مفيد جدا طبعا للاطفال وللحوامل، وفي حديد بنسبه كبيره جدا. العدس الاخضر المخضر ده اللي تلاقوه جنب الاصفر ده مفيد جدا عشان الجهاز الهضمي. شوفوا سبحان الله في نسبة ألياف عالية جدا، وده أكتر حاجة، الحاجات اللي فيها ألياف بتفيد الجهاز الهضمي جدا. إحنا بقى دلوقتي عايزين نعمل إيه؟ عايزة وأنا مع حضراتكم كده بشيل بس ال، عايزة أقلب الناجتس. خليني الأول أقول لحضراتكم على بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي حاضر. عايزة بس أقلب الناجتس. بصوا نقلب دي أهي. نقلب طبعا الدرجة اللي أنتوا عاوزينها براحتكم. اهو عشان بس ايه، بسم الله الشياله الحلوه دي جايباها شيكو الحلوه دي. ايوه كده كده. وبعدين هناخد دي كمان، وهنبدا بقى ايه ناخد اللون الحلو ده. والعدس هنا تمام، عندي بقى طشه بسخن هنا اهو، سخنت. خليني اخد بس فص الثوم وشوية الكزبرة، وآخد كده إيه نقطتين من الزيت الزيتون، هحمر فيهم التوم. ومعانا تليفون ناخد حبيبة قلبي مدام روحية. السلام عليكم حبيبتي مدام روحية. ألو ألو، اهلا اهلا. ما عرفتش اخش لك امبارح خالص يا روح، من حبايبك كثيره. يا وانت من اجمل حبايبي والله، ربنا يبارك فيك كل سنه وانت طيبه يا حبيبي قلبي. كده بتكوني معانا كده على طول يا حبيبي، يخليك لاولادك كده يا عظيمه يا رب. امين ويخليكوا ليا والله مدام روحيه، تسلمين. عيش ومدام وام جوزيف برضه كل سنه وهي طيبه يا حبيبتي، وهي طيبه مليون صحه وسلامه يا رب. يا رب يا رب، كل الاعياد في شهر 9 كلهم كل سنه هم طيبين يا حبيبتي. تسلمي ويسلم ذوقك والله. لما يجي بقى عيد ميلاد ابني بقى في 6 اكتوبر هكلمك. ده احنا هنحتفل له احتفاليه كبيره بقى، يا نهار ابيض. احنا نقدر، ربنا يخليك يا رب كده ويكرمك في ولادك يا عظيمه. وبقول وصلوا لام جوزيف لام مايكل يا عظيم. حاضر والله، ندعي لها كلنا ربنا يتم شفاها على الف خير. الست دي يعني عزيزه قوي 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 علينا والله وعلينا كلنا. عينيا حاضر، وكل اصدقائنا وحبايبنا يدعوا لام مايكل والله بالشفاء يا رب، هي وكل مريض. مرزوق يسلم عليك يا عظيم. سلمي لي عليه قوي 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 قوي. ربنا يخليك. تحيه لحضرتك استاذ مرزوق الغالي.
ربنا يخليك. تسلمي لي يا حبيبه قلبي وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا بقى دلوقتي هصب العدس هنا. احنا الطش عملناها بتوم وكزبره خضراء. خليني بقى احط هنا احسن. وحطيناها على العدس. دلوقتي بقى انا هنشف البايركس ده وهصب فيه ده، وعايزه اشيل الناجتس بقى ايه بتاعتي وننظف كده عشان الدنيا ايه ما تبقاش مش لطيفه. هناخد هنا هبدا اصب بقى فلوش كده، احط العدس وبعدين نجمله بقى بالايه بصل المقرمش. ويلا بينا. وعندنا بقى ايه فقره مميزه ان شاء الله، الفقره اللي جايه فقره مميزه لحضراتكم. فن الريزل ده، الريزن ده معمول بشغل عالي جدا. الخامه دي خامه مختلفه جدا، حضراتكم هتشوفوها في سيده جميله هبه فاروق بتشتغل بيها بشكل جميل جدا، عامله منها حاجات رائعه، تصميمات لحاجات خاصه بالبيت وحاجات بنزين بيها البيت في الديكورات وحركات جميله جدا جدا. هنعرف منها بقى كل التفاصيل بتاعه الفن الراقي ده. لكن الفقره اللي جايه عايز اقول لكم ريحه العدس تجنن. وبصوا هو بالقطع اللي اتفقنا عليها بتاعه العيش يجنن. هاخد كده من البصل، عايزه شويه كزبره مفرومه بسرعه كده، وهنا وهاخد في النص العيش كمان المقرمش، وعندي كزبره خضراء اقدر اجمل بيها. وخليني اشيل الناجتس. انتوا حاطين لي الطبق بتاعي هنا، تمام، تسلم ايديكم. هاخد بس الناجتس اشيلها وابدا اقدمها. بسم الله الرحمن الرحيم كده، علشان من الحاجات اللي ان شاء الله تعجب الولاد. وطبعا التحمير على حسب اللون، انا بحبها ذهبي قوي فاتحه، فزي ما حضراتكم تحبوا اعملوها كده، وان شاء الله تعجبكم الوصفه وتعجب الولاد وتقولوا لنا رايكم فيها بعد ما تجربوها. وطبعا هقدم كده معاها هنا شويه من العيش المقرمش ده في النص كده، وعندي واحده ثانيه هوريها لحضراتكم دلوقتي كده. وهنبدا عندي واحد ثاني فيه كزبره هوريه لكم حالا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو ادي كده. ونبدا بقى ايه نزين حاجاتنا الجميله دي. طبعا انا هحط هنا جنب الناجتس دي كام شريحه بس طماطم كده هنا في الكورنر، وكام شريحه فلفل كده. وبعدين بقى عقبال ما اظبط كده الطبق الحلو ده اسمحوا لي هنطلع فاصل صغير عشان استقبل ضيفتي الجميله، شرفني وتنورني هبه فاروق. شوفوا مع بعض بعد الفاصل مفاجات حلوه قوي مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل، وانضمت لي دلوقتي شرفتني ونورتني في الاستوديو ضيفتي الجميله هبه فاروق مصممه فن اعمال فن الريزن. ايه هو فن الريزن ده؟ هنعرفه دلوقتي. اسمحوا لي ارحب بضيفتي الاول. مساء الخير عليك. اهلا وسهلا بيكي، منوراني. انا اللي متشرفه والله حبيبتي. تسلمي لي يا رب. طبعا احنا شايفين حاجات جميله جدا جدا الحقيقه، وعندنا شغف نعرف منك الاول يعني عرفينا ايه هو الريزن ده، ايه فن الريزن ده؟ يعني هاخد من كلمتك شغف واقول لك ان ده شغف، يعني انا حقيقي واضح من جمال الحاجات اللي احنا شايفينها يعني. الله يخليك. هو ده فن جديد جدا. كان الاول الماده دي ماده كيميائيه بتستخدم في صناعه السفن لانها متينه جدا. اوكي. وابتدى مؤخرا يدخلوها في الفن، بقوا بيعملوا بيها حاجات رائعه الجمال. انا بتفرج على فيديوز زي ناس كتير جدا، لما بتتفرج على الفيديوز ببقى مبهوره. والماده دي حلاوتها انها بتتخلط ببودره مايكا. بودره المايكا دي كمان ماده طبيعيه فبتدي الايحاء بالرخام او الازاز. ماديه الروح دي. طب هي غنيه جدا يعني. قولي لي بقى الماده دي انت بتستورديها ولا موجوده عندنا في مصر؟ لا، في انا بستخدم المحلي. اوكي كويس. هاي موجود ومتوفر وانا ما بشتكيش منه خالص. طب يعني. لا ما هو واضح ان ما شاء الله يعني صناعه مصريه برضو جماعه، والله يعني ليها شنه ورنة برضو، مطلعه ما شاء الله نتائج رائعه جدا زي اللي احنا شايفينها دي. طب قولي بقى الفكره دي جات لك منين؟
بصي والله انا يعني كنت بعيده جدا عن المجال ده، وفجاه لقيت نفسي بعيده عن شغلي، واضطريت ان انا اخد اجازه من شغلي. وكنت بتفرج يعني بالصدفه على الفيديو، وكان عندي الريزن ده موجود في البيت، فقلت اجرب. لقيت ان النتيجه حلوه، وابتدى بقى الموضوع يبقى زي شغف فعلا. انا كل يوم الصبح عايزه اصحى اروح اشتغل عشان اطلع حاجه جديده. طب اسالك بقى، الماده دي شفافه في طبيعتها؟ شفافه خالص، عامله زي الميه. يعني انت اللي بتعملي ميكس الالوان دي في بعض والاحجار، يعني ده مثلا صدف طبيعي مثلا. يعني ده اللي هو ده، وبرده واللي موجود في نفس الصينيه اللي بتستعرض في الصينيه الثانيه. تمام. مثلا بقيت بلون كمان، يعني ده كريستالات وانا بلونها كويس عشان اجيب بقى اللون اللي انا عايزاه. حلو قوي. واعمل بقى كذا حاجه، يعني الاول كنت بعمل مثلا قطعه واحده، بقيت احس ان لا، طب ليه ما يبقاش مجموعه تتحط على ترابيزه صالون، تتحط على بيفيه، تتحط يعني بتدي شكل جميل جدا. طيب قولي لي بقى، هسالك سؤال، الشغل ده كله هاند ميد ولا دخله مكنه؟ خالص كله صنع يعني. مكنه بقى صنفره مثلا في الاخر ولا حاجه. انت نعيم اللي هي تدي بس البريق للحكايه، انما لا طبعا كله هاند ميد من فروم اي تو زد يعني. طب انا سمعتك تعملي حاجات تانية غير الصواني والكاندلز والحركات دي، تعملي ايه؟ لوحات. انا ابتديت باللوحات والله، واقصح الترابيزات. حلو قوي. و... طب احنا معانا صور يا اولاد للوحات والحركات في ترابيزات، انا سمعت عايز اشوف اللوحات والترابيزات دي شكلها ايه لو سمحتوا. اوكي طيب، التصميمات دي دي ده. لوحات، قول لنا بقى اللوحه دي تقريبا معموله ميكس الالوان دي، انت برضه عاملاها بنفس الماده؟ بنفس الماده، وفيها صدف متلون، وفيها اوراق ذهب. والحقيقه دي كانت العروسه جميله قوي، كانت واخده مني كذا حاجه، وكانت عايزه بقى لوحه في الاخر تليق عليهم. حلو قوي. يعني انت ممكن كمان يطلب منك الوان معينه على حسب الديكور. حلو قوي. طيب معانا ترابيزات. واو حلو قوي ما شاء الله. المحمر ده والالوانات الحلوه دي مديه شكل الرخام فعلا بالظبط، دي الماده الناس بتتلخبط فيها. طب الماده السائله دي بتصلبيها ازاي؟ يعني تجميد ولا حراره؟ هي بتيجي ماده ومعها المصلب بتاعها بيتحطوا على بعض، وبعد 24 ساعه بينشفوا. دي بصوا بقى، او ده اللي انا اقصده، يعني الجو ده لما بيتحط في اكوان مثلا، في ترابيزه، في جنب، في حاجه كده، تبقى تحفه تجنن. قول لنا القطعه دي بقى عباره عن ايه؟ يعني دي صينيه لا دي قرص الترابيزه، بس انا عشان يعني ادي الايفكت، يعني ممكن تستخدم كقرص ترابيزه او مثلا تري كده يتحط عليها الحاجه على جنب. حلو. طب قول لنا بقى الاطباق دول استخدامهم ازاي؟ يعني واحد انت حاطه فيه اهو صدف. زينه عشان دي واخده من ميه البحر، ودي عجبتني الحقيقه جدا برضه. تحفه. تسلم ايديكي والله. القطعه اللي ممكن تشتغلي عليها في نفس الوقت تطلع لوحه فنيه. كلهم انا بالنسبه لي انا لوحه فنيه. بصوا أنا الالوانات هنا رائعه ازاي، الاورانجات يعني في الحاجات تجنن، في الذهبي بصوا يعني ماستر بصراحه، تراند الذهبي ده للناس المحبه للحاجات الكلاسيكيه، وهو كمان يمشي الاثنين، يمشي يعني مودرن ويمشي كلاسيكي للناس اللي بتحب ده جدا. انا يعني مبسوطه جدا، بس عايزه اعرف انت خلاص سبتي بقى كل حاجه وبقيتي اتفرغت ليكي طبعا صفحتك وليكي بصي كمان انا حابه اقول ان الصفحه اسمها بهجه، لان ده الشعور اللي انا بشتغل، وانا بشتغل دي الحاجه اللي مبهجه فعلا فعلا. وحابه ان القطعه لو حد مثلا هياخدها مني فهو هتروح له بالبهجه اللي هي اتعملت بيها، وتبقى بهجه في البيت عندي. طب لو انا طلبت حاجه وانت هتعمليها لي، تاخد منك وقت قد ايه؟ لا بتاخد وقت، يعني احنا نتفق ان احنا هتاخد وقت. اوكي قد ايه مثلا؟ يعني مثلا من اسبوعين لشهر. لو طلبت تري من دي مثلا بالكابس بتاعتي، اسبوعين لشهر، لان انا بحب اعمل حاجه يعني بمراحل. انت عايزه تطلعي الفانيشنج حاجه عاليه. اوكي حلوة قوي، لان بيفرق. وبعدين احنا الفرق بيننا وبين تقريبا المنتجات اللي بره ولا حاجه غير الفانيشنج. هما بيهتموا بالفانيشنج، بيهتموا بالبساطه، والحمد لله احنا الفن ده ابتدى ينتشر جدا. انا ابتديت من سنتين ما كانش في حد الا اتنين تلاته مثلا يعرفوا عن الفن ده. بيتدرس بس محدش بيمارسه. دلوقتي في جروبس كتيره للخامات بقت متوفره، في يعني انتشار سريع للفكره نفسها، على الرغم ان خاماتها موجوده. انت عارفه لو هو الفكر مش يعني ممكن يكون مقنن بالنسبه لبعض الناس، بس اقصد انه طالما الماتيريال او الخامه اللي هنشتغل بيها موجوده، اذا الفكر او الثقافه دي موجوده. في ناس بتشتغلها بس قليلين.
قليلين جدا. الى الان قليلين بس هي هو على مستوى العالم كله هو يعني فن لسه بيبدا يعني لسه فيه وكل يوم بقى بندخل حاجه. التريس دي مثلا ما كانتش موجوده مثلا من سنتين، كان بيستخدم في اللوح، كان بيستخدم في حاجات اللي هي للحائط للترابيزات. كل شويه بقى بيدخل حاجه جديده وكل شويه بقى بيتطور يعني، واحنا يعني معاه يعني احنا معاه على مستوى يعني احنا حاجه لطيفه ان يبقى في ديزاينز مصريه وان طبعا. يبقى في برودكتس مصريه في نفس الوقت جودة اللي عاليه وجميله طبعا بره يعني، وده منتشر يعني ابتدى يطلع دلوقتي مش انا بس حتى يعني في ناس كتيره دلوقتي. طب هسالك بقى حاجه، مين اللي بيساعدك في الديزاين؟ يعني انت بتقرري مثلا انت تعملي الشكل ده مثلا هتطلعيه كده، دي واخده شكل دايره، دي شكل بيضاوي، دي مثلا شكل الطبق واخده مثلا يعني ريجه كده بسيطه. يعني هتصدقيني لو تيك ساعات بلان حاجه بس لما اجي انفذ بتبقى حاجه تانية خالص وتطلع حلوه برضه. الحمد لله اكيد الحمد لله توفيق من ربنا. في اكتر حاجه بتطلب منك قوي بعد ما الناس بدات تشوف ده ويعجبها؟ طبعا هم كله بيحب الصواني جدا يعني الصوانيه لانها عمليه طبعا. ولان انا شكلها شيك تستخدم كزينه وتستخدم كمان في الاستخدام، هنقدم عليها حاجه بس المهم قولي لنا بقى الميه لو جت عليها او كده ايه بقى عادي جدا مفيش اي حاجه، هو ماده متينه جدا بتستحمل الحراره كمان يعني الكوبايات السخنه بعد مثلا شهر ونص من الصنع قبل كده استخدميها في السائع نظفيها كويس جدا يعني انا لمده شهر ونص اقدم سائع بس من تاريخ الصنع بس يعني يا جماعه اللي عايز يجي يشرب عندنا حاجه سخنه ما يجيش اليومين دول بعد لا على الشتاء الشتاء بقى يكون الدنيا كده دفت ويقدر يشرب حاجه سخنه. ولكن انا لو انا مثلا عجبتني صينيه قلت لك انا حابه ليها تعملي كبس ليها مثلا تبقى شيك مثلا ثلاثه او اربعه او سته او تقدر تعمليهم كوبايات يعني كوبايات لا ما بصي انا هو نظريا هو سيف للاكل أوكي. بس ما فيش اي سيرتيفيكت او شهاده بتقول كده فانا يعني ما اقدرش ان انا يعني الاطباق دي ممكن اقدم فيها مثلا فيه شوكولاته مغلفه حاجات مغلفه كلها فاكهه بقشرها يعني بلاش يعني مباشره حاجات ملامسه للماده بمعنى رغم انها سيف بس يعني انا اللي سمعته ان السيرتيفيكت بتبقى غاليه جدا فمش كل الناس بتحب انها تطلع الشهاده يعني بس بما ان انا معيش ما يثبت فانا ما بحبش ان انا اتحمل مسؤوليه يعني ودي مسؤوليه في الاول وفي الاخر. اكيد اكيد انا بشكرك طبعا على الجمال ده، بشكرك على امانتك كمان، بشكرك على ان انت حابه اللي بتعمليه ده حاجه جميله جدا. انا بشكرك على الريحه الحلوه جدا. يا حبيبه قلبي والله هو انت جيتي معانا النهارده نعمل حاجه كده هندي بالعدس بجبه لا جميله وعملنا نجس الاطفال واكيد طبعا انت زي كلنا يعني سيدات اللي بتطبخي طبعا لا انا بعمل كل حاجه يعني انا بفتح على الاكل واطلع اشتغل وانزل اخلص اتابع الاكل واخلص واكل يعني وارجع اشتغل. طيب قولي لنا بقى شاركتي في معارض قبل كده؟ شاركت في تراثنا وده كان تراثنا ده يا جماعه حاجه تبع الدوله جميله جدا من المعارض الجميله الراقيه جدا على فكره وان شاء الله من 10 ل 15 الدوره الثالثه باذن الله هو الدوره الثالثه ده كل المشغولات اليدويه معرض تراثنا ده لكل المشغولات اليدويه الجميله معرض من المعارض الكبيره جدا حقيقه بيقوم مره في السنه ولا كل كام سنه؟ مرة في السنة. هايل هايل جدا انت هتبقي مشتركه ان شاء الله في الجديد ان شاء الله تشرفينا ان شاء الله نجيلك ونشوف شغلك هناك ونلتقي بقى بالناس الجميله كده اللي زيك بجد كتير كتير والروح هناك بتبقى حلوه جدا والناس بتاع جهاز المشروعات عاملين شغل هايل جدا والرئيس طبعا بنفسه بيفتتحوا فبتبقى يعني روح حلوه جدا موجوده روح حلوه ووجود الريس في الحاجات دي تشجيع رائع جدا لكل الناس اللي بتشتغل بجد والله انا طبعا يعني بشكره طبعا وبشكر كل الناس القائمين بيبقوا على المعرض وجهه مشرفه لينا احنا كمصر كبلد والحقيقة ولو حد زائر لينا فعلا يعني بيبذلوا اقصى مجهود وعندهم امانه في الشغل بيطلع ما شاء الله. هو لما انت لما حضرتك بتيجي بتحسي ان يعني في تعب ومجهود مبذول طبعا اكيد اكيد لكل مجتهد نصيب هيبه زي ما بيقولوا حبيت اختم معاكي بالجمله الجميله دي لانه دايما الواحد يبقى عنده ثقه كده في ربنا سبحانه وتعالى ربنا يوفقك ويكتب لك دايما الخير انا بس يعني انا حابه ان انا برضو اهديكي حاجه كده بسيطه يا تسلمي لي وهي لي على الديكور تسلم ايديكي حبيبتي بشكرك لذوقك جدا ميرسي طبعا نورتينا وشرفتينا هبه فاروق نورتينا
نورتينا مصممة أعمال فن الريزن. أتمنى يا رب حضراتكم يعني تشوفوا الحاجات الجميلة دي، تدخلوا تزوروا بقى صفحتها وتشوفوا كده الأخبار إيه، وأي عروسة جميلة حابة إنها تتواصل أو تروح المعرض أو حابين تروحوا المعرض وتشوفوا تتواصلوا معاها، طبعا أكيد شيء مشرف كفاية إن هي صنعة في مصر، مواد مصرية وخامات مصرية، والعمالة أو الناس اللي شغالة عليها ناس مصريين أجدع ناس بجد والله. تحية لكل شعب مصر ورئيس مصر، وبشكرك جدا تسلميلي، وأتمنى يا رب إن حضراتكم تكونوا يعني استمتعتوا معانا في الفقرة دي وعرفنا حاجة جديدة موجودة في الديكور وفي الهاند ميد من الصناعات الجميلة جدا. أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا لحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، و السلام عليكم.